حصل على موقع وانا اقول لهم ده اخويا بس انتوا الغل ده بنفوشوشكم وانا مضطر اسمع هي 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 زيزو المايسترو يا صاحبي بالامانه طلعت سد خانه وقفت ياما جنبك وانت مصمم معانا جلا اللي مصر انك تخسرني هو انا زعلتك يا ابني عمال بتحكي في ضهري وبيوصلني يا ابو الرجاله وانا اقول لهم ده اخويا براك وده ابن ابويا مع ان انا عارفك قلبك اسود يا لما دهون بالبويا اكرهني يا صاحبي برحمه برضه انت ضرب مصلحتك بس انت تعرف ابني وهترجع لي وهبقى شحتة طبور كان على ارض يتقسم هيخش عليكم متلبي هيدمر ايوه قسمي واقف قدامه يا احمد جبي هتدغر انا اضرب نووي هالجوع بمضاد حيوي ما انا لما سلكت معاكو فجاه لقيت الكل اتقسم عمري ما قصرت معاكو ولا قلت يوم وياكو بس انتوا الغل ده بنفوشوشكم وانا ولا سنتي رجولة ازاي تبعوني بسهولة ده انتو بتعملوا حركات ده ما يعمل عيش عيلة الهولة والله ما فيكم جدعان بس اشدكوا رجالة كلكوا لما بتحضر نسوان طب بصوا الخطة الجاية انا هشتري مركبة فضائية وهزام الفضائيين مع اصلي صحابي من الصافية النية مش فاهم اللي بيحصل ولا حاجة بس دي عندنا بالدنيا ايوه بحبها وانا من اجلها خصمت البنات التانية بعشقها اما بتتزلجي لما تعيط بتعجني ما بنامش لما انكشها وتتعل منها صالحها في ثانية اقصى من نفسها في روحي لا ده انتوا بقيتوا بتوعي على اني بقول لكم النار انكوا هتغري بقيتوا موضوعي تخلعوا تيجوا بطريقتي هتروحوا في هلعبكم علشان اكلكم سكة اجيبكم تحت بطوعي ياللي سرحتوا بتفكيركم ان في يوم هاجي واحتاجكم فعلا احتاجكم واجيبكم لما تشوف علامة ودانكم شكلكم ما تعرفوني ده انا من بفيت مطاري من غيركم اعيش واتعامل بس